بأن التوقيت الأفضل مع هزر لسالم بن هلال بخلفان المزروعي بقيادة عمر بن سبت الخيلي، حيث قطعت المسافة 5:48 ما شاء الله نجومية ولا أروع، وتنحدر من سلالة لهب أحمد بن مايد الخيلي. تهانينا والناموس على هذا الفوز وتحقيق التوقيت الأفضل في هذا المساء. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية مسائية مع انطلاقة شوطنا التاسع في تعداد أشواط مسائي هذا اليوم. الشوط التاسع هو شوط خاص بالحجائج الإبكال لمسافة 4 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيق، نسير مع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية وأرى الزاهية من انطلقت بناموس هذا الشوط بالشعار أيضا وتحديات، وانطلاقة سالم بن عبد الله بن صالح الينيبي من ينطلق بالمقدمة والصدارة لها مع المركز الثاني. من الجانب الآخر، الاتحادية لمحمد بن علي بن سعيد اليحافي من يتابع انطلاقة الاتحادية مع المركز الثاني ومع المركز الثالث. القدوم والتسلل من هوايل جاسم بن فري بن جابر بن ذيبان المري على مستوى المركز الثالث، ومع المركز الرابع التقدم في هذه اللحظات نتابع أصحابه من بدأت تتسلل مع المركز الرابع بشعار محمد بن سيف بن علي بكليبة الاكتبي. والقدوم، من الفايزة عبيد بن محمد بن ذويب العامري من يتابع انطلاقة الفايزة، بينما انطلقنا مع المركز السادس بأرى نوادر بشعار عايض بن هند بن عايض الحناتيش الدوسري من بدأ ينطلق بهذا الأداء المثير، ومع المركز السابع التقدم من جدل راشد بن سعد بن طالب الفيده المري في متابعة وانطلاقة جدل على مستوى المركز السابع. ننطلق مع المركز الثامن، نتابع القدوم، نتابع التسلل لهملولة لسعيد بن محمد بن فالح بن سيف الشامسي، ومع المركز التاسع التقدم الانطلاق لمياس لمحمد بن علي بن راشد الزرعي، وأرد تسلل نتابع العنود حمد بن راشد بن محمد البريص المري يتقدم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة، وأرى نوادر يرت الشوط انطلقت بالصدارة، قادت المجموعة عايض بن هند بن عايض الدوسري من يتابع انطلاقة نوادر اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، جدل مع المركز الثاني لراشد بن سعد بن طالب ألف هيده المري، ومع المركز الثالث نتابع أصحابه مع المركز الثالث محمد بن سيف بن علي بن كليب الكتبي، ومن الجانب الآخر على مستوى المركز الرابع القدوم. ما شاء الله نتابع التسلل الانطلاق المثير، وأرهني أيضا جبارة بدر بن راشد بن سالم المزروعي، والقدوم من الفايزة لعبيد بن محمد بن ذويب العامري الانطلاق مع المركز السادس. نتابع التهاب غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري ينطلق مع التهاب اللي بدأت تتسلل في اللحظات الأخيرة في 500 متر النهائية، ولكن أصحابه سحبت الشوط، يرت الشوط، انطلقت في اللحظات الأخيرة. سلام المدام، سلام، اسعدت مساء يا هاري الضويلع مع الأداء الطويلة، مع الأداء المثير اللي تقدمه سحابة. سلام المدام، سلام، تحية واحترام، مع الأداء المثير. تهانينا لمحمد بن سيف بن علي بالكليب الكتبي. سلام الهباب، سلام. لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني نوادر عايض بن هندي الدوسري، المركز الثالث التهاب غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري، ومع المركز الرابع جدل راشد بن سعد بن طالب الشريم، المركز الخامس تحديات جبارة بدر بن راشد بن سالم المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع ملخص شوطنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع التحدي.
مع الإثارة مع الانطلاق المتميز في مساء هذا اليوم مع هذا السن سن الحجايج. شوط حمل التحدي والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن سحابة من ظفرت بناموس هذا الشوط وسحبت المركز الأول في الأمتار النهائية لتهدي سلامات هذا الشوط لأهالي الميدان وأهالي ميدان الأهباب. تأتي بتوقيت زمني مقداره 5:53 بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك أيضا اسحاب محمد بن سيف بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. تاتي ايضا نوادر بتوقيت زمني مقداره 5:53 اربع اجزاء من الثانيه. التهاني لعايض بن هندي بن عايض الدوسري، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث التهاب. تاتي ايضا مع المركز الثالث لغانم بن جاسم بن ربيعه الكواري. تاتي بتوقيت زمني مقداره 5:54 وست اجزاء من الثانيه. تهانينا للجميع والناموس.